الحين شوف بلال انظر الى يديه شوف رمزي شوف بلال بلال رمزي بلال بلوط قال رمزي قال حطهم جيبتك هذول بدك ملح جيب ملح لا على خير هاي لا لا دقيقة بس شوي مشان ما تحترق من تحت ما تحترقش لأنه هي ضعيفة تحترق الآن انظر إلى شكل الشكل المثلث الذي طلع فيه على إشارة مرسيدس يعني على إشارة مرسيدس على شركة مرسيدس تقوم عين دعوة في هذا الموضوع لأنه حواف البيضاء شكلت إشارة مرسيدس التي محمية بحق الإبراء والاختراع يا سلام انظر إليه كم هو لائق عنده لياقة أيوة 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 السلام عليك يا عيني شوف 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 هذا ينم عن خبرة باع طويل في هذا المجال في قليل بيض الآن أريد أن يبحث عن طريقة لقلب هذه القلاية إمكانية نصير الجنب الثاني انظر 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 لهذه الطريقة بدك تغطيه انت ولا بدك تقلب لا لا بدي اغطي بدي اقلب بدي اغطي عفوا